السلام سلام معكم مروان بشار. فيديو جديد. الفيديو ده غادي يكون من بلاي ليست كما عودتكم ديال اي حاجه قانونيه او لا اي تطبيق مغربي كنحتاجوه في اي مرفقات قانونيه ديالنا غادي نشرحوه ان شاء الله. هذا التطبيق اللي عندنا اليوم اللي طرحته المديريه العامه للامن الوطني واللي هو تطبيق مون اي دي او الهويه الرقميه. هذا التطبيق عوض ما تبقى كتهز معاك لاكارت ناسيونال ديما باش تخدم بها في لي سيت انترناسيونال ولا في الناسيونال. هاد التطبيق غادي يغنيك على كل شيء، يعني يكفي انك كدير المصادقه النهار الاول بالبطاقه الوطنيه ديالك فيه ما كتوليش تخدمها مره اخرى. علاش؟ لانك صافي كتكون ديجيتاليزيتيها في لابليكاسيون ديالك في التليفون ديالك. خصك تاكتيفي الان اف سي بعدا هي الاولى في التليفون. الا ما عندكش الان اف سي في التليفون بلا ما تخدم في هاد لابليكاسيون لان ما تفيدك بوالو. من بعد كتلشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. فوالا، اول حاجه نتوما ما تعطيكمش هادشي، غادي تعطيكم دليل التشغيل لان انا ديجا خدمت بها. فوالا كما كتشوفوا هذا هو دليل التشغيل، كيقولوا لكم اللي بدا دليل التشغيل حط البطاقه الوطنيه ديالك بصوره متحركه. يقولوا لك هنايا اختيار رمز بين، وهنا كيقولوا لكم رابط بطاقه الهاتف ديالكم، هنا الاتصال بموقع الشركه كدير. فهمت؟ هنا كما كتشوفوا كيقولوا لكم اول حاجه خصكم تدخلوا داك الكان. الكان هو اللي كيكون في البطاقه الوطنيه الجديده، كيكون في اليمين، كيكون مكتوب عوج، كيكون تقريبا كيتكون من 6 ديال الارقام. هنا كيقولوا لكم قراءه البطاقه الوطنيه عبر الان اف سي، خاصيه التعرف على الوجه. نشرح لكم هذه الزيطاب لان ما يمكنش انا ندوزهم الاخوان، بحيث انني ديجا دوزتهم، الا دوزتهم غادي نلقى مشكل في لابليكاسيون. الكان كما قلت لكم كتكتبوه يدويا. قراءه البطاقه كتحطوها جوست انكم تحطوها على التليفون ديالكم كيتقرا اوتوماتيكمون. خاصيه التعرف على الوجه هذه ما يمكنش دوزوها بسرعه عاديه، لان كيعطيكم واحد الخط كيقول لكم بقاو تلعبوا بوجهكم معاه حتى توصلوا لواحد المنطقه، يعني ضروري خصك تكون انت مول البطاقه. من بعد كتسنى واحد تقريبا ميم باك واحد 15 دقيقه كيوصل لكم واحد الكود كتفعلوا به يعني التطبيق ديالكم. من بعد كيقول لكم اختاروا كود اللي تعقلوا عليه تبقى دوزوا به هذه الزوبيراسيون، كتختاروا الكود وهذا التطبيق هو واجد عندكم. كنديروا التجاهل. مثلا المواقع اللي ممكن انكم تستعملوا فيها هذا يعني هذا التطبيق هذا، واللي هي المواقع البنكيه الجديده اللي ولات ممكن انك تحل حساب اديستونس مثلا بحال البي ام سي او. احتاجيت فيها هذا التطبيق هذا اللي غناني على انني نكتب المعلومات يدويا. فقط كتعطيه يعني كتعطيه الدروا يدخل صافي كياخذ المعلومات كامله من لابليكاسيون مون اي دي واللي هي هويه الرقميه، وكيستعمل ديك المعلومات كيعطيهم لك كيقول لك واش صحاحين، يعني باش كتولي حتى الصوره ديال البطاقه الوطنيه كيجبدها لكم الاخوان. يعني ما تحتاجوش انكم ترفعوا صوره للبنكه، كيعطيهم صوره ديال البطاقه الوطنيه الاوريجينال اللي دفعتي لهم نهار بغيتي تصوب لاكارت ناسيونال. غادي ينفعكم لو بغيتو تاخذوا سجل العدليه الاخوان من لابليكاسيون ديال المحاكم اللي ممكن انكم تخدموا بها. ولا كان شي سيت كيطلب معلومات الهويه ديالكم مثلا بحال شي بنك يعني فيرتي الوايز ولا شي سيت اخر، عوض ما تبقاو يعني كتسكانيو في لاكارت ممكن انكم ديروا يعني هذا البلان هذا ديال مسح رمز الاستجابه يعني السريعه. فوالا كما كتشوفوا كيعطيكم تسكانيو واحد الكود، وداك الكود هو اللي كيدخل المعلومات كاملين ديال البطاقه الوطنيه ديالك في الموقع. يعني التطبيق صراحه انا بعدا نفعني. بزاف منكم يكون عارفو بزاف ما يكونش عارفو، ولكن المزايا ديالو الاخوان راها خطيره بزاف. هنا تحديد الملف الشخصي الاخوان، هنا بغيتو تغيروا البريد الالكتروني. البريد الالكتروني فاش كينفع او رقم الهاتف، فحال تما شي واحد خدم بلاكارت ناسيونال ديالكم في شي سيت كيوصل لكم ايميل كيقول لكم باللي راكم لاكارت ناسيونال ديالكم تستعملات في واحد السيت. هذه الاولى. ثاني حاجه ديما كينبهكم اذا كان شي جديد يعني شي مشكل طرا كيوقع لكم كيعطيوه لكم. تغيير كلمه السر الخاصه بكم هذه يعني ما تفيدكم بوالو، لحقاش الكود نتوما نهار الاول كتدخلوه ما كتوليوش تستعملوه. وعندك ديروا مسح ذاكره التخزين المؤقت ما تقيسوهاش، وهذا الغاء رابط الهاتف ما تقيسوهاش، لان هذوما جوج هذوما سبيسيال في لابليكاسيون. هنا خلاص يعني ملي كتبان على هذه الايقونه ما كتلقى والو. هنا لو بغيتو تزيدوا بطاقه اخرى مثلا ديال الاب ديالكم ولا الاخ ديالكم حتى هو ديجيتاليزي ولا هم لي كارت ديالهم في التليفون ديالكم، كديروا اربط هذا الهاتف بهويه رقميه اخرى كيتزادوا لكم يعني الهويه. قد ما زدت الهويه قد ما كيتزاد يعني في لابليكاسيون البطاقات، يعني كتولي مثلا عندك ديالك ديال الاخت ديالك ديال الاخ ديالك كلشي في لابليكاسيون. يعني الا بغيتي انت تقاد لهم كلشي تقاد لهم غير من التليفون. هذه هي لابليكاسيون يعني سهله ما فيها صراحه حتى شي تعقيدات كما كتشوفوا. يعني الا كان عندكم شي مشكل كتبان لكم بحاجه الى مساعده، وهنا كيدخل لكم السيت تقدروا انكم تلقاو الاسئله والاجوبه ديالكم كاملين اللي بغيتوا، هنا غادي تلقاو عليها يعني جواب، راهم حاطين جميع الاسئله والاجوبه. بصراحه تطبيق خرافي دارته المديريه العامه للامن الوطني، يعني تطبيق
يعني متماشي مع التكنولوجيا، وحتى البطاقة الوطنية الجديدة غادية مع التكنولوجيا. ما كنتش كنتوقع انا النهار خديت هاد البطاقة الوطنية الجديدة، والله العظيم ما كنت كنتوقع اننا نوصلو نخدمو بها، واللي ما نحتاجوش ندخلو لي دوني بيدينا، ما نحتاجوش كاع يعني اننا نكتبو شي حاجة، فقط اننا نسكانيو يعني بالان اف سي كلشي كيدخل. بصراحة حنا غاديين كننافسو يعني مع الدول الغربية، راه عندنا تقريبا نفس المميزات في البطاقات ديالنا دابا، حتى هما عندهم هادشي حتى حنا ولا عندنا هادشي، وقريب غادي يوليو بزاف ديال الحوايج الاخوان. حتى لهنا غادي نكون وصلنا للفيديو ديالنا. عجبك الفيديو استفدتي، ما تنساش دير لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، ونتلاقاو فيديو جديد مع شرح جديد. كان معكم مروان بشار.